بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، درسنا لهذا اليوم يتحدث عن الآلات البسيطة، ومن أمثلة الآلات البسيطة العتلة، حيث سنتعرف في هذا الدرس ما المقصود بالعتلة، وأيضا نتعرف على أنواع العتلات وما هي فوائد هذه العتلات، وكذلك نأخذ أمثلة على هذه العتلات من حياتنا اليومية. أعزائي التلاميذ، تلاحظون في حياتنا اليومية قد نجد صعوبة في تحريك الأشياء أو نقلها أو تحريكها من مكان إلى آخر، لذلك نحتاج إلى آلات بسيطة تساعدنا في إنجاز هذا العمل. وسنأخذ في هذا الدرس مثال على هذه الآلات البسيطة، وهي العتلة. إذن أعزائي، سوف نتعرف ما المقصود بالعتلة. العتلة هي آلة بسيطة نستخدمها في حياتنا اليومية، تساعدني على إنجاز الأعمال بسهولة، حيث توفر الوقت وتقلل الجهد المبذول وتؤدي إلى تسريع الأعمال. لذلك الغرض من استخدام هذه الآلات أنها تساعدني على إنجاز العمل بسهولة، وكذلك توفر الوقت المبذول وتؤدي إلى تسريع العمل بسهولة. إذن أعزائي التلاميذ، الآن أصبح واضحاً لدينا مفهوم العتلة. نأتي ندرس مكونات هذه العتلة. مكونات العتلة تتكون من ثلاثة مكونات، ألا وهي: أولاً المرتكز، وهي عبارة عن ساق تتحرك حول مسند ثابت. المكون الثاني هي المقاومة، وهي الثقل المراد تحريكه. ثالثاً تتكون العتلة من القوة، وهي الجهد المبذول لتحريك الجسم. إذن أعزائي، الآن مكونات العتلة تتكون من ثلاثة مكونات، ألا وهي: أولاً المرتكز، القوة، والمقاومة. بينما من خلال معرفتنا بهذه المكونات نستطيع تقسيم العتلة إلى ثلاثة أنواع رئيسية. النوع الأول تكون مكونات العتلة فيه ترتيبها حسب الآتي: المرتكز يكون في المنتصف، بينما القوة والمقاومة يكونان على جانبي المرتكز. الآن أعزائي التلاميذ، من خلال حياتنا اليومية، هل تستطيع أن تعطيني مثال بسيط عن عتلة يكون فيها المرتكز في المنتصف؟ أحسنتم. إذن عندنا أمثلة مثل الميزان. من الأمثلة على النوع الأول الميزان. تلاحظ عزيزي التلميذ أن الميزان يتكون من المرتكز في المنتصف، مرتكز، وعلى جانبي المرتكز توجد قوة ومقاومة، بحيث القوة هي الثقل الذي أضعه في كفة الميزان، والمقاومة هو الجسم المراد معرفة الوزن له. إذن أعزائي، النوع الأول يتكون من المرتكز يكون في المنتصف، والقوة والمقاومة على جانبي المرتكز. هناك أمثلة عديدة عن النوع الأول، ذكرنا منها الميزان، كذلك نذكر المقاس. المقاس أيضاً يعتبر عتلة من النوع الأول. الآن نأتي إلى النوع الثاني.
النوع الثاني مكونات العتلة فيه تكون المقاومة في المنتصف والقوة والمرتكز على جانبي المقاومة. إذن النوع الثاني يكون المقاومة في المنتصف والقوة والمرتكز على جانبي المقاومة، في حين النوع الأول ذكرنا أن المرتكز يكون في المنتصف. إذن أعزائي التلاميذ، تلاحظون أنه الشيء الذي يتغير هو في منتصف العتلة، لذلك يكون التركيز أعزائي التلاميذ لكي تعرف أنواع العتلات. إذن أعزائي التلاميذ، لكي تعرف نوع العتلة تركز على المكون الذي يوجد في منتصف العتلة. النوع الثاني مثل ما ذكرنا أنه يتكون من المقاومة في المنتصف والقوة والمرتكز على جانبي المقاومة. الآن نذكر أمثلة على النوع الثاني، مثل عربة حمل الأثقال. تعتبر عتلة من النوع الثاني. لماذا؟ لأن تكون المقاومة، يعني الشيء المراد نقله عن طريق العربة، يوضع في منتصف العربة ويعتبر مقاومة، بينما على جانبي العربة أو ماسك العربة يعتبر القوة التي أبذلها أنا، وعجلة العربة تعتبر هي المرتكز. إذن أعزائي التلاميذ، ذكرنا أن المثال على النوع الثاني هي عربة حمل الأثقال. لماذا؟ لأن الأثقال التي أضعها في العربة تعتبر هي المقاومة، موجودة في المنتصف، بينما ماسك العربة التي أحملها أنا يعتبر هو القوة التي أبذلها لنقل هذه المادة، بينما المرتكز يعتبر هو العجلة الموجودة في هذه العربة. أعزائي التلاميذ، نذكر أمثلة أخرى على العتلة من النوع الثاني، ألا وهي كسارة الجوز. الآن تسألون أو تستفسرون كيف تعتبر كسارة الجوز عتلة من النوع الثاني. لاحظ عزيزي التلميذ أن كسارة الجوز، نضع ثمرة الجوز في المنتصف والقوة التي أبذلها أنا أضغط على جانبي الكسارة، والمرتكز يكون على الجانب الآخر. لذلك اعتبرت عتلة من النوع الثاني، لأن المقاومة تكون في المنتصف. الآن نأتي إلى النوع الثالث. النوع الثالث من أنواع العتلات يكون فيه القوة في المنتصف، وعلى جانبي القوة يوجد المقاومة والمرتكز. سبق وأن أشرت إليكم أعزائي التلاميذ أنه كيف نعرف أنواع العتلات، قلنا نركز على مكون العتلة الموجود في المنتصف لكي نعرف نوع العتلة. ذكرنا أن المرتكز يكون في المنتصف إذا كان في النوع الأول، وذكرنا أيضا أن المقاومة تكون في المنتصف إذا كانت العتلة من النوع الثاني. الآن النوع الثالث مكونات العتلة فيه تكون القوة في المنتصف والمقاومة والمرتكز على جانبي القوة. الآن نأتي إلى ذكر أمثلة على النوع الثالث. أعزائي التلاميذ، الآن سوف نذكر هذه الأمثلة من حياتنا اليومية. مثال بسيط، الملقط. الملقط يعتبر عتلة من النوع الثالث. راح تسألني كيف تعتبر أو كيف يعتبر الملقط عتلة من النوع الثالث. لاحظ عزيزي التلميذ، هذا كرسم مبسط عن الملقط، بحيث يعتبر نهاية الملقط هو المرتكز. القوة التي سوف أبذلها وين راح تكون؟ تكون في المنتصف،
راح أضغط هنا قوة. المقاومة الجسم المراد معالجته عن طريق الملقط يعتبر هو مقاومة. إذن الملقط مثل ما وضحت الآن أنه القوة تكون في المنتصف، ضغط يدي راح يكون في المنتصف، لذلك يعتبر قوة أنا أبذلها لكي أستطيع العمل من خلال هذه الآلة البسيطة. هناك أمثلة أخرى على العتلة من النوع الثالث، مثال مضرب التنس يعتبر عتلة من النوع الثالث. الآن أعزائي التلاميذ، في نهاية هذا الدرس تعرفنا على تعريف العتلة، وقلنا أن العتلة هي عبارة عن آلة بسيطة نستخدمها في حياتنا اليومية. ما الغرض من استخدام العتلة؟ ذكرنا أن الغرض من استخدام هذه العتلة هو تسريع إنجاز الأعمال من خلال بذل جهد قليل وكذلك وقت قليل. وكذلك تعلمنا مكونات العتلة، ذكرنا أن العتلة تتكون من القوة والمقاومة والمرتكز، ومن خلال مكونات العتلة قسمناها إلى ثلاثة أنواع كما ذكرنا، النوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث. الآن أعزائي التلاميذ، في نهاية هذا الدرس أطلب منكم أن تصمم لي كل نوع من أنواع العتلات في بيتك، تصمم لي عتلة موجودة في حياتنا اليومية وتبين عليها مكونات هذه العتلة وتذكر نوع هذه العتلة. وفي الختام أتمنى لكم أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.